انا تعرف بحضرتك؟ انا بوسينة محمد السيد البيلتاجي، السيدة الغناء العربي عمت والدي، وانا كنت مقيمة معاها خمسة بولفدة بالزمالك في الفيلا بتاعتها، وربيت لي عادل رحت بيه 7 شهور، ربيته لي 12 سنة لحد ما وفات ألماني. جينا البلد هنا ربيته أحسن تربية وعيشتنا أحلى عيشة وأحلى أيام عمري عشتها معاه. احكي لي بقى يعني حضرتك عن السيدة أم كلثوم الإنسانة، كانت بتعمل معاك إيه؟ نظام حياتها إزاي؟ والله نظامها يا بنتي كانت عادية معانا كلنا، إحنا كنا الستات كلنا يعني قرايبها، وكانت بتتعامل معانا أم وأولادها، وكانت في منتهى اللطف ومنتهى الرقة، وكانت يعني كل شيء حلو اتعلمنا منه. الحاجات اللي كانت بتفرحها ايه؟ نعم، الحاجات اللي كانت بتفرحها ما تلاقيها فرحانة قوي، تعرفي ان ايه الحاجة اللي فرحتها؟ الحاجات اللي بتفرحها لما كانت تعمل اغنية وكانت تنجح بتبقى مبسوطة قوي. وايه الحاجات اللي كانت بتزعلها؟ نعم، الحاجات اللي كانت بتزعلها ايه؟ تعرفي من وشها كده انها زعلانة؟ انها زعلانة تتضايق على حد عيان، حد كده ولا كده يعني في الظروف، يعني كانت تزعل عشان احسسها كده. طبعا شاركت في عملت لمصر وقدمت للجيش وطبعا انت عاصرت معاها حرب 73 والفرحه الكبيره. امال ايه؟ احكي لي بقى على اليوم ده. وحاضره معاها ايام النكسه 67. احكي لي بقى عنها. انا رايحه من 63 عندها وحضرت النكسه، كانت دي بقى حزن الدنيا فيه. ايام النكسه دي والهزيمه كانت هي حزينه جدا على البلد، ولما الرئيس اتنحى الرئيس عبد الناصر كانت حزينه، ولما ربنا جاب النصر ربنا كرم بقى اللي في 73 بقت فرحتها قد الدنيا. فاكره اليوم ده؟ فاكره اليوم ده يوم امال ايه عملت ايه بقى؟ احكي لي كده. بقت مبسوطه وطلعت حاجات لله وعملت كتير، ولان هي لفت البلاد مجهود حربي، حفلات من هنا لهنا، يعني راحت فرنسا كان لازم تعدي على اسرائيل، احنا كنا خايفين عليه، فقالت العمر واحد والرب واحد، انا بجاهد في سبيل الله، وراحت وجت بالسلامه، وكانت حفلاتها ناجحه، بتجمع تبرعات لل تبرعات للدوله وللجيش، يعني كانت وطنية بتدي مش كتير على بلدها. يعني السيدة سلوى حجازة الله يرحمها ويرحم الست رحمة واسعة، وهي بتسألها المبالغ اللي بالدولار دي كلها تديها لمصر، قالت مش كتير على مصر، ده أنا عايزة أكتر من كده. ورحنا معاها الإمارات، أنا أول مرة أروح معاها، السكرتيرة كانت في يعني في حالة وضع، وأنا رحت معاه، فالاستقبال بقى رهيب، أنا أول مرة أحضر، فنزل من العربية، نزل من الطيارة، وهي راح العربية بتاخد إيدي، بقول لها ما أنا ماشي ويا حضرتك أهو، قالت لي تعالي لتوي، فبصيت يا ستي لقيت الأرض ما تشوفيش من البشر اللي عليه في مقابلتها. ورحنا الله يرحمه الشيخ زايد وحسين إليه، جاء يعني إداها أجر الحفلة وزيادة شوية، حولته مجهود حربي، قالت له أنا عايزة حاجة لمصر تاني، إداها كيس قد كده ذهب، ما أنا ولا أنا عارفة هو إيه، يعني كانت حاجة. اكتر حد من المطربين او الممثلين كان قريب منها مين بقى يعني اللي كانت بتحبه؟ استاذ عبد الوهاب واستاذ عبد المطلب الله يرحمه، واستاذ سمعت فوزي. سمعت ان علاقتها بالفنانه شاديه كانت قويه جدا، بفايزه احمد وشاديه، وست شاديه كانت بتحبها موت عليهم رحمه الله، وست فايزه وست مها صبري، كل الفنانين يعني
هي كانت ايه استاذ هاني شاكر وكل دول، يعني هي كانت استاذه الجامعه وهم الطلبه بتوعها.